نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات العلاجية بإحدى قرى مركز دشنة بمحافظة قنا. ويأتي ذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع التخصصات الطبية بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك لتحسين مستوى الخدمة الطبية بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية. Thank you.